بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم أجمل الترحيب بانطلاقة هذه الأشواط الفترة المسائية بأشواط اللقاية البكاري والقعدان من أيام ثالث أيام المهرجان السنوي على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. مشاهدي الكرام، متابعينا في كل مكان، شوط الختام والشوط الخامس عشر بهذه اللحظات، بهذه الأعداد الهائلة والمشاركة بانطلاقة شوط الختام والخمسة كيلومترات. مشاهدي الكرام، هي المسافة التي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة. بهذه اللحظات مشاهدي الكرام، لا يسعني إلا أن أهني أصحاب الرموز بهذا المساء، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوزه بالشلفة الفضية مع أضواء من خطفت الأضواء بهذا المساء بتحدي أول الأشواط. وتهانينا وألف مبروك لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري على فوز الذيب بالخنجر الفضي، وأيضا بن علب السعودي الكتبي وشواهين في المركز الخامس، تصل بشعار القياسي الغيثاني. ولكن أعود مع المقدمة العنود، وكفاية العنود 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 عنود الصيد صادتني وأنا مصطاد. ولكن وبرة 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 باللحظات الأخيرة تصل مع تحديات المركز الثاني، ولكن العنود ما زالت صامدة، ما زالت تحتل الصدارة. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن وبرة مع سيف بن علب السعودي الاكتبي. إذن هناك العنود ووبرة، وبرة والعنود، ولكن العنود سلام شحاني، سلام وتحية واحترام بهذه اللحظات. سلام لأم الإعظام محملا على ظهر العنود من خطفت شوط الختام، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. وأيضا سلام لناصر بن مسفر الشهواني، تهانينا وألف مبروك لمرعب المضمرين من خطف شوط الختام مع العنود، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت وبرا سيف بن علي السعودي الكتبي. المركز الثالث وصلت الوارية محمد بن نابت بن خيله العامل. المركز الرابع وصلت ضبية لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاح. المركز الخامس تصل بشاير مع عامر بن عبيد المري. إذن مشاهدي الكرام، متابعينا في كل مكان، العنود هي نجمة الختام، هي من خطفت شوط الختام وجاءت بتوقيت زمني وقدره 7:40 و85 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الثاني وبرة جاءت بتوقيت زمني وقدره 7:41 23 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسيف بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي. المركز الثالث مشاهدي الكرام، وصلت بهذه اللحظات الوارية بتوقيت زمني وقدره 7:44 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمحمد بن نابت بن خيلة العامري. مشاهدي الكرام، أما الآن نترككم مع هذه اللقطات لملخص سباقي هذا المساء وأبرز ما دار في هذه